المجموعة الشمسية كتر في أفلاكها بهية. كواكب المجموعة الشمسية كتر في أفلاكها بهية. أقربها لشمسنا والأصغر عطارد على المدار يبحر، ثم يلي اللماع كالشرارة الزهرة الأشد في الحرارة، والثالث الفريد في الصفات الأزرق المفعم بالحياة. الأرض قد سخرها الرحمن، حافظ عليها أيها الإنسان، حافظ عليها أيها الإنسان. كواكب المجموعة الشمسية كتر في أفلاكها بهية. كواكب المجموعة الشمسية كتر في أفلاكها بهية. والرابع المريخ بالتأكيد الأحمر المليء بالحديد، والخامس المعروف باسم المشتري أكبرهم عند عيون الناظر. جماله يبهرنا إذا وصل ذو الحلقات، السادس اسمه زحل، والسابع المحاط بالميثاني أورانوس يسير باتزان.